الحديث الحادي والسبعون بعد الثمانمائة. عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الاستجمار بالحجارة. الحديث الثاني والسبعون بعد الثمانمائة. عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الحديث الثالث والسبعون بعد الثمانمائة. عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. باب إذا استجمر فليوتر. الحديث الرابع والسبعون بعد الثمانمائة. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. باب الاستتار لقضاء الحاجة. الحديث الخامس والسبعون بعد الثمانمائة. عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الحديث السادس والسبعون بعد الثمانمائة. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. الحديث السابع والسبعون بعد الثمانمائة. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. الحديث الثامن والسبعون بعد الثمانمائة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. باب النهي عن البول في الماء الراكد. الحديث التاسع والسبعون بعد الثمانمائة. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. باب البول قائما. الحديث الثمانون بعد الثمانمائة. عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.